عسلام عسلام لاباس؟ والله الحمد لله عاش. قداش عمرك؟ 21. باهي 21 سنة. كي نقول لك شنية الحاجة اللي تخمم فيها بالنسبة لك انت كشاب مازلت في ريعان شبابك وعمر الزهور؟ باهي صحيح. باهي مازلت انا ما بلغتش فهمتني ومخمم في الحرق. ما بلغتش؟ مازلت ما بلغتش، عمري صغير، ملي عمري 14 سنة وانا نخمم باش نقطع باي حلول من البلاد. علاه؟ نحب نمشي بحدا اخويا البر. خوك وين؟ في فرنسا. خوك في فرنسا؟ خوك خرج بالبوراق ولا ما خرج؟ معناها سلام. حارق خرج حارق. خرج حارق عمره 18 سنة. عمل اوراق. عمل اوراق. وانت علاش تحب تمشي بحدي؟ نلقى روحي يفضل غاديك ونلقى روحي خير، خاطر لهنا جملة زيد حاس روحي مخنوقة على الاخر. شنو الأسباب اللي خليتك تحب تحرق؟ بيه أنا عديت ديبلوم، عمل ديبلوم في ميكانيك، حبيت نزيد قوي فيه النيفو فهمتني؟ قاعد يطلب عليا نيفو تاع نيفو قراية فهمت؟ ونيفو هذاك تاع القراية ما عنديش أنا. معناها نورمالمون انا كي عديت مثلا سي سي فهمت في الدبلوم نورمالمون كمل سي ا بي ولا مزت صغير انا. قال لي ليه لازمك نيفو بروميير اني وانا مش نيواصل بروميير. كا وصل عمري 20 21 وحاسيلو العمر قاعد يمشي واحنا قاعدين ما عملنا شيء فهمت. تخدم بالليش تمشي تخدم اسكو معناها باش تشري دبش ب 450,000 معناها تخلص الشهر ما قالش بيه ربي. 450,000 باش تعطي مصروف شوي للدار باش تعاون داركم تخمم في امك بالطبيعة تحب تفرحها في الدنيا هذه فهمت. هذيك اول حاجه تحطها ما بين عينيك فهمتني، تحب تفرح داركم ماذا بيك انت تزيد تنور روحه قدام العبيد لازمها برشا فلوس فهمتني. مش تاع 450 في البلاد هذي تو انت تخرج اقل حاجه مثلا مثالش انا نخرج بدينار نخرج بألفين معناها حتى مصروفي دينار 2000 راضي بيه فهمتني. اما نعرفش كيف باش يقولوا الدنيا غليت تو باش تخرج في خارجه مثلا مع اصحابك مع كل شيء ب 10,000 ابوبري فهمت اقل حاجه مينيموم معناها. أمنيتي في الدنيا هذيا كان نطلع لبرا بالحلول الكل نحب نحرق. ما ينجمش يخرجك لبرا من غير ما تحرق معني. صعيبة. باهي باش نفهمك حاجة. باهي باش نمشي نقدم فيزا يعني. يبعث لي هو كارت لوبيجمون نمشي نقدم فيزا. باهي فيزا أول حاجة باش تصرف 1.5 مليون زوز ملايين. فهمت؟ شوف تتقبل وشوف ريفزوك فهمت. ما اسو في معناه ما تقبلتش راهو زوز ملايين صايم مشاو عليك ما يرجعوش. انا اخويا تبدا عندي زوز ملايين نكمل عليهم زوز اخرين ونخرج في حرق ونشوف خيط باهي ونظيف وكل شيء ونخرج في حرق برشا حاجات قسم. كيش يشدوك هذيك ويرجعوك للبلاد؟ باش تعاود باش تعاود والله باش تعاود للي ما نعرفش كيفاه للي ربي يهز امانته هكا هاو. بالرسمي انا كنت سخون على الاخر في كيف يقولوا هي ريت تجي بيريود تاع الصيف نبدا كلي ديما نخمم وكل شيء وماذا بيا وماذا بيا وكل شيء والمخ ديما يخدم حتى تبدا ريقد تخمم قسما بالله نبدا ريقد نخمم فيق نخمم فهمتني. ريت مثلا يوفى سيف وتوفى كل شيء تولي تخدم على روحك وكل شيء نحس روحي برد وانا ما نحبش نبرد والدار تو نطلو او بشويه او كذا فهمت للي تبرد فهمت وليت حاس روحي معناها كلي برد. مي انا ما نحبش نبرد نحب نحب ديما في مخي نحب الرسمي نحب نطلع وكا
توا نفترضوا انت طلعت اول حاجه باش تعملها دوما توصل غاديك انت لا تعرفش على روحك شنو باش تعمل، ما عندكش اوراق، ما تعرفش روحك كيفاش باش تتحرك، ما تعرفش روحك كيفاش باش تشوف خدمه، ما عندكش حيط والا سند تتكى عليه غاديك باش يلقفك ما يخليكش تضيع، ما يخليكش تمشي لطريق الفساد، سيرتو في بلاد غربه يعني ما تعرف حتى حد. شنو هي الخطط اللي محضرها مثلا؟ اعطيني خطه محضرها انك دوما توصل غاديك باش تعملها. لي محمد رسول الله، انت سوفي معناها خرجت الا ما تبدا في مخك في تونس ما عمل على شنو باش يصير لك غادي. اسكو كان مقاوم انت مقاوم معناها راك باش تتعب، اول حاجه باش تتعب من الاول باش تنقذ روحك. وفما عبيد انا كيما واحد من الناس قلت لك عندي شكون انا لبرا، فهمتني؟ معناها انتو ما تقولوا الخو تو لا رحمه لا شيء، انا عندي نعرف خويا، نعرف خويا اكبر مني كيني ولدو انا، فهمت؟ ربي يفضله، ربي يفضلك ما عندك عايشك بالرسمي، احنا خويا خويات تقف مع بعضها، فهمتني؟ البراني كي يشوفك هكايا يحسدك هكايا، يحسدكم، فهمتني؟ انا خويا نعرفه اللي هو باش يقف معايا وحاكي ونحكيه انا وياه، فهمت؟ خاطر ما يشيش ريت في الغربه ويزيد معناه يطيشك، ما مش خو هذا جمله زاد، انا امبوسيبل كان يعمل هالي ونعرف خويا وبالرسمي نقدم له ديديكاز، فهمتني ايمن؟ ربي يفضل لك يفضلك لينا ونحبوك على الاخر خويا الغالي. خو قداش عنده في الغربه قلت لي؟ توا 18 سنة يروح ولا ما يشي ويمشي وامور منظمة وعمل الحمد لله يا ربي الحمد لله فرحانين بيه على الاخر وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ان شاء الله. دونك انت بالنسبة ليك النموذج اللي تحب تقتدي به اللي هو اخوك، يعني مسيرة اخوك كيفاش حرق كيفاش وصل كيفاش خدم كيفاش عمل عائلة غاديك ونجح في حياته، بالنسبة ليك انت هي المثال اللي تحب تمشي عليه صحيح؟ انا سامحني لحظة، انا في تونس مدامني ما تبعتش الحرام وما درتش للحرام قسما بالليل نزيد عليك كلمة راني نوصل غاديكا لندور للحرام لا شيء، خاطر انا في بلادي خدمت بحلالي بالحلال، راني نمشي غاديكا زادة في بلاد البراني نخدم بالحلال، فهمتني؟ كها ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يسهل لك في اللي تخمم تعمله. دونك خلي لك الكلمه الاخرى ليك انت ان شاء الله. شو تحب تقول؟ نحب نقول ان شاء الله ربي يشفي لي امي، فهمتني؟ ان شاء الله تكون عليا راضيه امي وبابا، ان شاء الله يسامحوني، فهمت؟ كان عملت لهم حتى اقل حاجه كي مش يكونوا هما متغشين عليا ولا حاجه، فهمتني؟ راني نحبهم على الاخر وان شاء الله يا امي نوعدك قدرة ربي ان شاء الله يا ربي تجيك الحاجة ما عندي انا. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك، يعطيك الصحة. اي والله عايشك. عايشك ميرسي عايشك.